اغتيال قيادي بارز في عصائب أهل الحق بالعراق. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. اغتال مسلحون مجهولون قياديا في حركة عصائب أهل الحق في محافظة ميسان شرقي العراق اليوم الأحد، والقيادي القتيل هو ناجي الكعبي، وكان يشغل منصب مدير العلاقات داخل الحركة. وأوضحت مصادر أمنية أن منفذ الهجوم أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة كان يستقلها الكعبي، ثم لازوا بالفرار. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.